تريد أن تحصن نفسك من العين والحسد والسحر وشياطين الإنس وشياطين الجن، خذ هذا القصة التي فيها عظة وعبرة. يقول أحد المشايخ قرأت لإمرأة فيها مس، يقول فتكلم الجني ثم قال يا شيخ أنا سوف أخرج لكن بشرط أني أدخل فيك. قال الشيخ تفضل أخرج منها وادخل فيه. يقول بعد قليل بكى الجني، فقلت وما يبكيك؟ قال يا شيخ والله لا يستطيع أن يؤذيك ولا يدخل فيك جني أبدا اليوم، لأنك قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يا إخواني من قرأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة. شوفوا الفضل العظيم إخواني. أولا كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، كتبت له 100 حسنة، محيت عنه 100 سيئة، كانت له حرزا من الشيطان يومه كله يا إخواني. فيا جماعة احرصوا على هذا الذكر واحرصوا على أذكار الصباح المساء، فإنها والله يا إخواني تحصين من شياطين الإنس وشياطين الجن. وما تأخذ معك يا إخواني هذا الذكر الذي هو 100 مرة، ما يأخذ معك أقل من 10 دقائق، لكنك تحمي نفسك وتحصن نفسك. انقلوه يا إخواني واحفظوه واعملوا به.